والآن بقدم لكم تغطية مميزة جدا إلى جدة، حيث نالت هواية تربية الصقور اهتماما كبيرا، وقد عرف عن العرب منذ بداية عهودهم الأولى اهتمامهم بهذه الهواية. ننتقل الآن إلى الزميلة فدوى الطيار بتكلمنا أكثر، ومتواجدة من نادي لتربية الصقور. أهلا وسهلا فيك فدوى، مساء الخير لك. حابين نعرف عن المكان اللي تتواجدين فيه أكثر، وعن يعني اهتمام الأشخاص الآن وحتى المجتمع السعودي بهذه الهواية. تفضلي. يا مساء النور، أهلين زميلتي العزيزة. إحنا الآن في نادي للصقور أو مركز للصقور يهتم بهذه التربية، اللي هي تعتبر تربية هواية الملوك. الصقور من الحيوانات فعلا الجميلة، اللي فيها جمال وفيها شيء جميل وفيها أنفة. علشان كذا كثير من محبين الصقور اهتموا بتربيتها. راح يكلمني أكثر عن هذا المركز، ويكلمني عن مشاركاتهم، ويكلمني عن الخدمات اللي تقدمها في هذا المركز الأستاذ سعود القحطاني، مدير العلاقات العامة في المركز. أستاذ سلطان، أهلا وسهلا. نتكلم عن المركز، ونتكلم عن يعني الأشياء الجميلة في هذا المركز. بداية حياكم الله وشرفتونا اليوم ونورتونا. بداية، مركز النادر للصقور هو عبارة عن مركز متكامل للعناية والاهتمام بالصقور ومحبي هذه الهواية. طب إيش الخدمات اللي يقدمها المركز؟ المركز يتكون من مربط وأيضا من عيادة للعلاج ومتابعة حالات الصقور، وأيضا مركز إنتاج تم استعداده هذه السنة إن شاء الله. طيب أستاذ، خلينا نتكلم عن المشاركات اللي أنتوا شاركتوا فيها. والله الحمد، المركز له عدة مشاركات من 7 سنوات طبعا تم إنشائه. لدينا مشاركات محلية وأيضا من مشاركات دولية. حققنا والله الحمد مراكز أولى ومراكز متقدمة على المستوى المحلي والمستوى الدولي. أيضا لنا مشاركات إعلامية كمركز النادي للصقور، المركز الإعلامي مركز والله الحمد تمت المشاركة في عدة معارض محلية ودولية. وأيضا من ناحية المشاركات في مسابقة المزاين أو الجمال لنا أيضا عدة مشاركات، ولله الحمد حققنا المراكز الأولى مثل كأس موسم الرياض للصقور، وأيضا في كأس موسم مهرجان الملك عبد العزيز للصقور في أكثر من نسخة. أيضا لنا مشاركات في دولة قطر وأيضا دولة الإمارات، ولله الحمد حققنا عدة مراكز. وأيضا في اللي هو مسابقة الملواح أو سباق السرعة حققنا أيضا مراكز متقدمة من ناحية في أشواط الشاهين. أوكي. في الحقيقة أنا أعتبر أنه تربية الصقور من الأشياء الجميلة اللي طلعت على الساحة. شكرا لك أستاذ العزيز، وشكرا لكم أنتم كمان أعزائي المشاهدين. عودة لك زميلتي في الاستديو. شكرا لك زميلتي فدوى على هذه التغطية المميزة من مربط تربية الصقور أو من نادي تربية الصقور. يعطيك ألف عافية، شكرا لضيفك الكريم.